شو نساوي زعيم؟ خدوه على بيته، بكره الصبح بنطالعه. يعني ما نخبر الكركون؟ شو راح يفيد الكركون؟ مع الزلمه مات وشبع موت. لا، الكركون لازم يعرف مشان نشوف كيف بده يحقق. معناتها رح روح خبر ابنه حمده مشان يجي يساعدني بناله، والعقيد راتب بيروح بيخبر الكركون. يلا يا جماعه، يلا يلا. ما بطول زعيم. فايت على غرفتي وانا ماني هون يا مو. اختك ليش فتي وليه؟ يو رتبت لك اياها ونظفت لك اياها، ما شايفة عم توج وج من النظافة؟ تاني مرة ما بتفوتي على اوضتي وانا ماني موجود. ليش بقى؟ هيك يا مو. سهيلة. نعم يا ابي. ام رمزي. عيوني. تاني مرة ما حدا يفوت على غرفته لشكري اذا ما كان موجود، مفهوم؟ أمرك يا أبي. يا أبي روح على غرفتك، بينتك تعبان. وزهور 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 وزهور، وكان كل عرق أكبر من الثاني. بس شو ماشي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير خير، شو في؟ لك أبنك كاشي. شو بو؟ بسكليتاتي. لك إيه شو بو؟ لا هو مقتول بالحارة. يا لطيف. شو هالعملة هيك؟ هذا اللي صار يا بي، هذا اللي صار. ما بقى في أمان، ما بقى في أمان. شو أسوي يا الحزان يا راتب؟ شلون أحقق بجريمة شتلو إن كان وديتوه على بيته؟ يعني شو بفهم منك أبو مشعال؟ زين حيل، زين حيل. أنا أحقق بالجريمة عقب دفنه بيومين. يا سيدي مثل ما بدك. أقول يا راتب، وقت انشتل ما شفت واحد هين ولا هناك؟ لا ما شفت حدا، كان لحاله ملقوح على الطريق. ولا سمعت واحد هناك أو هين؟ ولا سمعت. عجل روح هنيا ونام، روح. ما على رسولي إلا البلاغ. سلام عليكم. بأمان الله. جاد يصير بهالحارة هذه؟ الحز شو اسوي يعني؟ اكشم هدومي، ادب الصوت، الطم، اخمط شعري، ما بي. ها رمضان، شعبان، شوال.
مخلص كثير لنا سيدي. ايه كان مخلص. لهيك لازم نلاقي البديل بسرعه. في سيدي، في ابنه حمدو ممكن يخدمنا. ما بيكفي حمدو، ما بيكفي. طيب سيدي، رح نشوف واحد تاني بأقرب وقت. ورجيني أمرك. تحياتي. خسارة. إيه اسمعوني يا الربع، أنا بعون الله أخلي الضبط مفتوح لما نقضوا بالقاتل للدغم. ماشي ماشي يا أبو مشعل. وريد منكم إن عرفتوه أو شكيتوا بأي حد تجون يمي على الكراكون، وأنا وقتها أثبت لكم مين أبو مشعل أخو عوش. حاضر حاضر، مثل ما بدك. ارخصولي. مع السلامة. برأيك مين اللي قتله؟ ما بعرف وما بشك بحدا. لازم نعرف شو عامل مع الناس حتى نقتل. يعني بتقصد عامل له شي عملي سودا؟ أنا ما بعرف شي عنه، بس السؤال ليش نقتل بهالوقت بالذات؟ هذا الشي اللي لازم نعرفه ونتأكد منه. صحيح صحيح. تفضلي ست سوريا، هي أسماء كل شهداء قوى الأمن الداخلي بالبرلمان والقلعة. تسلموا إيديك يا فدوى. الله يسلمك ست سوريا. بقي علي روح على بيت كل واحد فيهم وأعرف شو في عندهم بنات، بس بدك تعذريني، هي راحت لبكرة. أكيد معذورة، وبدي منك ما تملي لأنه شغلتنا متعبة وطويلة الأمد. لا لا أكيد ما في ملل. ست سوريا، هي كل المصاري اللي جمعناهم مبارح، وكمان بكرة رح نكمل جمع بمنطقتي وبمناطق تانية. يعطيكي ألف عافية. بدي منكم أنتو كمان ما تملوا وما تيأسوا وما تتعبوا. بعرف إنه في ناس عم بيسمعوكم حكي طالع نازل على أنكم شحادين وغيره. إيه والله هذا غير نظرات العالم يا ست سوريا. معلش بدكم تتحملوا، يعني مجتمعنا لسه ما تعود إنه يشوف المرأة عم تعمل عمل مفيد لحالها من دون ما تعتمد على الرجل وتاخد إذنه. للأسف هذا اللي عم بيصير. طبعاً للأسف، بس بهمتكم رح نقدر نغير شيء. طبعاً بدكم ما تملوا وما تيأسوا. قرب قرب على الفشاشي، انت واقف وانت ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا كريم يا جبار يا كريم. السلام عليكم خالي. عليكم السلام ورحمة الله. أمر محسوبك أبو شامان من حارة السكة. أنعم وأكره. قالوا لي جماعتي صار عندكم بيطار بالحارة اسمه أبو النار، مزبوط ولا مو مزبوط؟ مزبوط. وشو بدك منه؟ بدي اشتغل عندن منه. هو قال لك بده شغيل ولا ما قال لك؟ لا ما قال لي، انا لا بعرفه ولا بيعرفني. خير ان شاء الله. ايه وين دكان ابو النار؟ بتروح من هاي الحاره بتفوت لاخر صقاق بتلاقي دكانه ابو النار بوشك. يمين ولا يسار؟ لا يمين ولا يسار، طش فش بوشك. يعطيك العافية خالي. أهلين وسهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هاد؟ صار عم يلفي على الحارة أشكال وألوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير عمي؟ خبروني بدك معلم بيطار وهي أنا جيتها. مين حضرتك؟ محسوبك أبو شامان، معلم بيطار على كيف كيفك، وما في دابة تصعب علي حدوتها. شو هالحكي؟ إيه هات المصحف لأحلف لك. لا عمي الله يرضى عليك، لا بتحلف لي ولا بحلف لك، بس من شان الله لا تواخذني، الشغل دائر بهاليومين، يا دوب عم نطالع خبزاتنا. دخيلك يا أبو النار، والله أنا بحاجة لهالشغل لحتى أستر حالي وأستر عيلتي، ترى إذا ما اشتغلت والله بينفضح حالي كله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شريف عم شريف، تفضل تفضل عمي. أنا بأمرك. إيه عمي
وين تعلمت المصلحة؟ عن شيخ الكار، أهم بيطار بالشام كله. شو اسمه؟ شلوننا اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. بس دخيلك يا حكيمة، نشفان حلقي بس دمعت مي. ما بتوعتيك المي. الله يوفقك. خلص رح بلل لك ريقك شوي. خلص خلص بكفي بكفي. الله يسلم. بابا وصاني فيكي وقال لي دير بالي عليكي. الله يكتر خيره. يا ريت كل الرجال مثله. الله يخلي لك اياه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. كيفك اليوم؟ الحمد لله أحسن. إيه الحمد لله. شو طمنينا منيح الوضع؟ أحسن بكثير. إيه الحمد لله الحمد لله. شي وكمان بدك قرني تنام فيها؟ إيه والله عقيد بدي قرني نام فيها. طيب ليش ما بتنام ببيتك؟ بدك الصراحة؟ معلوم بدي الصراحة. الحقيقة أنا متخانق مع أخي الكبير وقلعني برا البيت لأنه أنا لسه عزابي وقال مو حلوة اسكن مع حرمته واكشف عليها الطلعة والفوتة. مزبوط كلامه لأخوك، مو حلوة تسكن معه وأنت عزابي بالبيت لحالك. مشان هيك أنا تركت البيت وحملت أغراضي وجيت لعندك عقيد. شوف يا أبو شامان، هلا رح جربك وشغلك عندي، بس منامي ما فيني أمن لك. إيه مو مشكلة، بنام بالدكان. شي هون بالدكان بدك تنام؟ إيه عقيد بالدكان، شو عليه؟ إيه شو عليه؟ اليوم لكان ببعث لك فرشة ومخدة والحاف ما ابني يحيى. الله يخلي لنا إياك يا عقيد. بس الله يرضى عليك، النومة بالدكان مو على طول، لبين ما نستقيل لك بيتها. مؤقتة يعني. إيه لكان، معلوم عقيد معلوم. لكان وينك؟ قبل ما يصير بيناتنا خبز وملح، قوم اعمل لي ابري شاي اكرك حجم. بدي دو شاياتك، إذا بتعرف تغلي شاي، معناتها بتعرف تدق بالمطرح على السندان. لعيونك عقيد. عدة الشاي هنيك جوا عمي. وهنيك رح تكون برامتك، استفدني اياها. إيه. شو بدنا نعمل؟ الله الرزاق. أبو نبيل، أنا كثير قلقانة على بنتي. هلأ أهم شيء إنك أنت تديري بالك على حالك مشان تطلعي من هون بسرعة، وذاك الموضوع بنحكي فيه بعدين، لا تاكلي هم. بس لما أطلع من هون مالي رجع على بيت أبو رضوان. إذا مشان محجوب. مو مشان محجوب، أنا مالي رجع على بيت أبو رضوان. ليش شو عامل معك أبو رضوان؟ مو مهم، المهم أنا ما عاد أرجع على هداك البيت. طيب طيب على راحتك، بس بكل الأحوال أنا بتصرف معه لأبو رضوان. يلا ديري بالك على حالك. إيه شو بدي لك يا أبو شامان؟ قال خليها بالقلب تجرح لا تطلع لبرا وتنضح. الشغل كثير ضايق قلبي هاليومين، يعني مقصوصين عصا كثير ماكني. ولا يهمك عبيد، بكره رح اخلي زبايني كلهم يجوا لعندن منا. الله يرضى عليك، والله انت ما بتقصر بعيدك وبالحلال، يعني يا اخي بالنتيجه ما بفع لي ولا. لك عبيد لك، وبكره بس يسمعوا اني عم بشتغل عندن منك لحتى يجوا كرفتي. الله يسمع منك يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جيت بوقتك. عود شبك كاسة شاي. هات هات كاسة من عندك. أمرك يا أبي. عود يا أبي عود. ما شاء الله ابنك. إي والله ابني، الله يفرحني فيك وفيه. الله يخلي لك يا. الله يحفظك عمي. يا أبي. ورني يا أبي. الله يرضى عليك، بتنط على البيت بجيب فرشة والحاف ومخدة. فرشة والحاف ومخدة؟ لك ليش يا أبي بدك نام بالدكانة؟ لك أبي مو أنا بدي نام بالدكانة، الله يرضى عليك. مو أبوك مو أبوك، أنا بدي نام بالدكان. بس والله نومة الدكانة ما بتريح. أبي مؤقت لبين ما نستقري له بيت، لأنه أبو شامان بده يشتغل عندي هون بالدكان. أمرك يا أبي، رح روح جيبها وارجع على طول. إيه الله يرضى عليك. مشي، السلام عليكم. لا تطول، لا ترجع مستقل لك شايات يا أبي. راحت علي كاسة الشاي ابني. سلم هلا إيدين يا عمري. الله يسلمك.
سبحان الله اللي بعت لي اياكي. كل شيء معك غير، حتى القهوه طعمتها معك غير. لا تخجلني راتب، بكره لما بنتجوز رح تتعودي على كلامي، مع انه لما بتخجلي انا بحبك اكثر. ان شاء الله تضلك هيك بعد ما نتجوز. لا انا ثابت ما بتغير، بعد الجواز رح تحبيني اكثر. راتب؟ عيون ولا راتب؟ ليش بتحبني؟ قد الدنيا كلها. وانتي؟ وانا مثلك. يسلم لي الخجول. اليوم كنت بزيارة للمشفى واطمنت انه اغلب الجرحى تخرجوا الحمد لله. الحمد لله. فرحتينا كثير ست سوريا. بس اللي لفت نظري انه بعض الجرحى اصابتهم صعبة شوي، تحولوا لاصحاب اعاقة، يعني ما رح يقدروا يرجعوا يشتغلوا مثل قبل. بمعنى تاني صاروا بمستوى زملائهم الشهداء. شو اللي عم تفكري فيه ست سوريا؟ عم فكر نتبنى بنات الجرحى اصحاب الاعاقة مع بنات الشهداء. هذا حل كثير منيح. عظيم، فكرة كثير حلوة. مو غلط ست سوريا، وانا رح جهز لك قائمة باسماء الجرحى المعاقين، شوفي عندهم بنات. يا ريت يا فدوى، بكره رح يكون عندك كل شيء بخصهم. ست سوريا انا عندي اقتراح ثاني. تفضلي يا انسة جولي. بما انه الفرنسيين هن يلي تسببوا بقتل وجرح واعاقة عناصر الامن الداخلي، عم فكر انه نلزمهم بالقانون الدولي يلي بنص انه يتكفل المعتدي بالمعتدى عليه. ممكن توضحي لي اكثر انسة جولي؟ انا عم فكر انه نطلب من الفرنسيين يتكفلوا بكل مصاريف عائلات الناس اللي تضررت من معاقين وشهداء وجرحى مدى الحياة بكل مصاريفهم الحياتية. حتى ولو طلع المحتل الفرنسي من سوريا بإذن الله؟ حتى لو طلع المحتل الفرنسي من سوريا ورح يطلع بإذن الله، بده يضل عم يدفع المال للمتضررين مدى الحياة. وهذا الكلام مثبت قانونياً؟ طبعاً مثبت، مثبت عند الصليب الأحمر الدولي ومثبت عند الهلال الأحمر السوري كمان، إنه المتضرر بياخد مصاري من المعتدي مدى الحياة وحتى ما بعده الأولاد كمان. أصبح عندك مهمة صعبة شوي، أنك تحصلي المصاري من المحتل الفرنسي. ما عنا حل تاني، بدنا نحاول. أنا رح زور الكوميندان وهو بيعتبر من كبار المسؤولين العسكريين الفرنسيين، ورح أطلب منه التعويض المادي لنشوف شو ردة فعله. الله يكون معك. بدي احكي معك كلمتين. تفضل. اختي انتي بسام عاجبك، رضياني فيه، ما بدي احس اني عم بظلمك كل ما نصل للذهب. بدي اياكي تكوني مبسوطه ومرتاحه. انت لا تاكل همي، بسام شاب منيح وما ناقصه شيء، وانا رضياني فيه كل الرضا. أما بالنسبة للذهبات فهدول حقنا ولازم يرجعونا، والله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك. ولا يحرمني منك، وإن شاء الله الذهبات رح يرجعوا ورح تقلب حياتنا فوقاني تحتاني، وأنا ما بدي إياكي غير مبسوطة ومرتاحة. إن شاء الله. هلأ صار في الواحد يروح على شغله وهو مرتاح. الله يكون معك. سلام. مع السلامة. من هذا البيت يا ام زكي، وخلي ابو معروف ينفعك. لك الله يعذبني اياكي انت يا حق، لانه مالك عرفانه مع مين عم تحكي. انا ام زكي على سن رمح، الناس بتتمنى تقعد معي ولو دقيقه بس. اي طبعا بيتمنوا يقعدوا معك ام زكي، لان الناس ما بتعرفك على حقيقتك. شو هي حقيقتي عيني؟ قولي. لا بتخجلي ولا بتستحي، تنزلي علي ضره وانت بهالعبر، لك في اكثر من هيك؟ يو 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 يو، ليش بدي اخجل واستحي؟ مازال بالحلال وانتي فصعونه،
روحي دوري على نصيبك احسن مالك قاعده مثل قفة الهم عم تطقي وتطقي طول النهار. انا قفة هم يا اختيارة النحس. لا على عيونك إلهي، انا اختيارة النحس يا قليلة الترباية؟ بكفي انا حلوة وظريفة ولقيت عريس دغري. يبعت لك حما، شو قوية يا امزكي، يبعت لك حما. ترك البنت بحالها. ليش ما عرفتيني قوية غير لهلا؟ يا على عيونك إلهي، ضرتي نضبي، لكن ضبي احسن لك، احسن ما تطلع عصبيتي عليك وارجيكي قيمتي. اي والله يا عم زكي، اخرتك على ايدي وانا بورجيكي. لنشوف اخرت الثاني على ايد مين. قريته نعيما يا ابو اليسر. الله ينعم عليك. لك هيك هذا دائما اسمي على وشي الحلو. تحراس يا سعدو. هاي أرجلتك جاهزة يا عمي. يعيشو. سعدو. ايه يا عمي قلي. أنا واصل على البيت وراجي، عطي بالك على الحمام. ايه بأمر عيونك. يلا. روح الله ييسر لك. الله يسلمك. هلا يا سعدو. من عيوني، تكية بتكون عندها. خزران. الحمد على السلامة. روح من هون، روح، ما بدي اشوفك. هلا بعد ما انقذتك وجاي اطمن عليكي بتقلعيني؟ انقلح، ما بدي اشوفك، انقلح، انقلح من هون. يا خزران. روح ابو رضوان، انا ماني قدراني اخذ واعطي، روح. طيب ماشي، انا رايح. عليكي العافية. الله لا يوفقك يا برجو، الله لا يوفقك. ابو رضوان، انت ما بتستحي على شيبته؟ احترم حالك ابو نبيل بيه. ولك ما بدك تحترم حالك انت بالاول؟ ابو نبيل لسه بيقول لي ابو نبيل. معقول هيك بتتحركش ببنات العالم؟ شو فكر ما في وراهم حدا؟ انا ما تحركشت بحدا. لا وكذاب كمان. بكل الاحوال بيتك ما عاد بدنا اياه. يا ابو نبيل بيك، انا قصدي شريف. لو قصدك شريف ما بتعمل اللي عملته. اوعى تفكر اني رح مرق لك اياها. ساوي اللي بدك اياه. اعمل اللي بدي اياه؟ رح اعمل اللي بدي اياه ورح تشوف. انا بورجيك. يا مديحة، وينك يا بنت الحلال؟ ليكني هون ابن عمي. يه شو هاد؟ ماسكة المقشة بإيدك وعم تشتغلي؟ لك أنا ما نبهت عليكي ما تشتغلي شيء، ريحي حالك يا بنت الحلال، ريحي حالك، الله يرضى عليكي. إيه بعد لي حمى والله نسيت هاي بلاها، شو رجعك؟ نسيان شيء ابن عمي؟ لا مو نسيان شيء، بس قلت لحالي بجي بتطمن عليكي. أنت ناقصك شيء، لازمك شيء. لك تقبرني ما لازمني شيء، وكل شيء عندي من أكتره. هو الصراحة أنا عم يضل بالي مشغول عليكي، بدي أطمن عنك وعن حبلك. لك يخلي لي إياك، أنا منيحة وبخير، طول ما أنت بخير تقبر قلبي. إيه الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله دائما بتضلي بخير. تسلم لي. يلا أنا راجع على الحمام، ما بدي أوصيكي، ديري بالك على حالك، إيه ما صدقنا على الله إمتى رح نشوف قاسم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة تقبر قلبي. آخ منك يا أبو نحلة، لو يخف إيده شوي كنا طلعنا الذهبات وخلصنا من هالشغلة قبل ما نطلع من الحارة. كل هالتعب راح على الفاضي. والله ماني عرفانة، كفي دوارة بركي بيبين شي، ولا نترك هالشغلة من دون فايدة. Thank you.
صبحة يا صبحة. هلا هلا بقلبي. ما شاء الله ما شاء الله، الأكل جاهز؟ آني والعشاء نستنى روحك الحلوة تل علينا. زين، أغسل وارجع لك. واني أجيب المي وأعلق النار على بريتة شاي. اي يمه. اي على شو هالتلميحات ام عادة؟ تقبرني يعني انت يمينك طول، وانا من مدي قاعده بهالبيت لا عم شوف حدا ولا حدا عم بيشوفني. اي والله طق قلبي. انا حلفت يمين لانه تخانتي انت واختي زهور. تقبرني شو فيها؟ ما نحن النسوان كل يوم بنتخانق وبنرجع بنتصالح، يعني كان ضروري هذا اليمين تبعها. اي والمطلوب؟ انه تحلل يمينك تقبرني وتصالح انا وزهور وارجع اشوفها. اي يا ابي صالحهم وانا كمان بدي ارجع اشوف عمتي. لا حول ولا قوة الا بالله، كلوا هلا كلوا سموا بالله. هاتي خبزي. تفضل تقبرني. صبي الشاي صبي. خذ يا مخي على عيني. كول يا ابي كول. يسلموا. صبي الشاي يا عمي. على عيني. ان شاء الله الف صحة ابن عمي. حبيبي. لا يما لا. اليوم ما بي عندي مناوبة بالكركون. اي زين، الحمد لله مو كل يوم بي مناوبة. بس باكر بي مناوبة. لحد عليك يا ابو مشعل، عليش كثراني مناوباتك؟ من قبل كانت خير. والله يا صبحة، المشاكل بهالحارة صارت كثيرة بحيل، كل يوم والثاني بي مصيبة هالقد قدها قدامي. خير؟ ايش بي؟ البارحة بالليل انشتى المصلح البسكليتات وللحز ما عرفنا مين اللي اشتلو. عودة والعود والمعبود لما نقضبه الا علقه بنص الحاره منكر عينه. اي عفي عليك يا ولد عمي، يستاهل هالادغم ولد هالحرام. وين يطير مني وين؟ الا كشم زلاعيمه لو وصل لي منبج. صبي شاي صبي. يا ونة ونيتها قبل ما أصير وقبل أبوي ما يناسب خوالي، أني وارحمت جدي رحنا مسايير خطابة لأبوي من يم خوالي. إيه؟ شلون إيش؟ شو سمعت يا أبوي؟ بداوك بدي أرز ثلاثة. بري علي بري علي يا معلم. هم فكي عينو وين الشاي؟ فكي عينو؟ أكيد شكرتي أرسينا بخدمة. خير شو في؟ لعب؟ شو بدك؟ بدك 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 تحكي لنا مع أبو الصيف مشان تخليه يجيب لنا على الحارة قهوة. لك مطرب. على القهوة على القهوة مطرب. تكرم عيونك أخي، بكره بحكي لك إياها. لأنه القهوة صايرة مقتة، بدنا نفرفشها. لك لك شو بكره ما بكره، اليوم بدنا نفرفشها، بس حياك حياك كرمي. يا حبيبي القهوة من يوم يومها هيك، القعدة فيها معدة وبتضيق الخلق. والله حكيت قصيها بسام. أخي خلصنا حاجتنا، روجوا بدنا قهوة، أسع هيك. أبو مصطفى ما خرطت مشتك تجيب لنا مقنواتي على القهوة؟ لسه ما فاتت لمخي. والله غلطان يا عمي أبو مصطفى. لا سيدو ماني غلطان. وليش بالله؟ شنو هيك حارة ما بيلبق لها مطرب سيدو. وشو بيلبق لها؟ بيلبق لها هيك قهوة لا فيها مطرب ولا فيها شيء بيطرب، هيك على الناشف. شو السبب سيدو؟ السبب سيدو اني بدي ادفع زيادة. يعني بده يزيد على المشاريب زيادة. فيكم تدفعوا؟ ليش ناوي ترفع لنا حق المشاريب كمان أبو مصطفى؟ لكن شو؟ أخي المطرب ما راح يجي ببلاش، بدي ادفع له بلاوي سرقة. صحكي ولا مو صح فكري؟ اخي مزبوط ومعك حق. اخي احسن شيء تساويه انك تزيد حق المشاريب نص فرنك، يا اما خذ على الراس.
حلو هذا الكلام. وانت يا بسام تقدر تدفع؟ لا اخي لا ما بدفعنا. لك قصدك رن على الموضوع بمعيتك. كفي لعب كفي. لعب اخي. لك آخ آخ، لك شو عامل أنا شو عامل؟ آخر شي تخيلته إني نام هيك نومة وبالدكان كمان. بسيطة يا أخي بسيطة. إما بكون أبو شامان إذا ما ببيتك برا البيت أنت وعمتك. اخي شو اعمل لك اذا معلمك راسه ترس وما عم يفهم؟ اضرب لك يا يعني؟ لك لا شو تضربه ما تضربه، بس لا تسحب ايدك بالموضوع. روح تصطفل منك له، انا مالي علاقه. احكي لك كلمه بس يا عمو. اخي من الاخر انت ليش هيك قاتل حالك على قصه مغنواتي؟ اخي بصراحه. لك يا اخي بصراحه مو شايفنا عم نلعب؟ قول خلصنا. جيت المطرب بتجيب زباين وانا بدي بخشيش، والله عايف حالي، حاسكي بدي اعيش حياتي. والله بهي معك حق اخي، موضوعك عندي وعند الشكر. يستر عرضك عندك لحالك، انا طالعوني من القصه منو؟ اخي موضوعك عندي، انا بحاكي لعمي ابو مصطفى وبقنعه، غيره كفو من يوم يومك يا بسام. اهلي مشي الحال؟ مشي الحال. روح خلينا نعرف نكفي هالدق. ها روح اخي روح، معلي الزلمه خسران وواصله معه لهون، لعب ولا خسران؟ روح ان شاء الله بتربح ويجيك اربع دوشيشه. ربحان وحياتك. نعم اخي. انت شو بدك بين الزلمه ومعلمه؟ يا داخل بين البصله وقشرتها، ما بينوبك غير ريحتها. لعب لعب كفي عيده من حارتنا وصاحبنا، كفي ولا خسران؟ لا بدنا نلعب واحد جديد. ليش بقى وهي؟ اخي شلش مخي عيده. اخي خسرتها. نعم أنا بجودت هجم على المستشفى قتلها
ها ما لحق. ايه منيح. وانتم ما مسكتوا حكيين؟ ولا يهمك، معلوم بدنا نمسكه. تركوا هربان لك ها؟ على كل حال انتم ديروا بالكم على المقدورة. من هون لحتى بعت لكم العناصر يحرسوها. اهلا وسهلا حكيم، اهلا وسهلا. الله معك، مع السلامة. صباح رباح يا ابو اخ يا شيخ. هاي الرئيس الوطني مجتمع مع رئيس الوزارة سعد الله الجابري، وزير الخارجية جميل مردم بيه، ووزير الداخلية لطفي الحفار. وشو طلع قرارات من هالاجتماع؟ بدهم يطالبوا الحكومة الفرنسية بالجلاء. لك أنا حكومي عم تحكي عن هاي أبو نديل؟ فرنسا لساتها محتلة من الألمان، والرئيس دي يقول عامل حكومة بالمهجر، والحكومة الفاشستية ما بتاخذ قرارات. ده مزبوط، معك حق أبو عزام، بس طالما الحرب العالمية الثانية هايمة لا تفكروا بالجلاء. مع مين بدنا نفاوض؟ مع مين بدنا نحكي؟ ولو مع الأمم المتحدة. عمي فرنسا مدمرة وما فيها حجر على حجر، معناته جلاء ما في. أنا بشوف إنه الجلاء بده يصير، بده يصير، بس يمكن يتأخر شوي. والله يا أبو نبيل أنا رأيي من رأي الزعيم، جلاء ما في. بمعناته لازم نرجع نحمل السلاح لحتى نسمع صوتنا للعالم كله. وانا من ايدك هي لايدك هي زعيم، شو بدكم انا حاضر. طولوا بالكم يا جماعه، القصص مو هيك بتصير. بعدين لا تنسوا كمان انه هتلر اكل قتله مرتبه من الروس. ابو نبيل نطره ما في داعي لها، بعد اللي اكلناها من فرنسا لما ضربت الشام، وهذا بيدل على انه ما راح يعطونا جلاء لو بتطلع روحنا كلنا. شهامتنا جوهر أصالتنا عزتنا وكرامتنا.